وومن ليد مبادرة أطلقتها نوتنج هيل كوليدج هدفها الأساسي helping the women في العرب world own their future من خلال ال financial independence. إزاي تكون مستقلة ماديا، إزاي تقدر توفر لنفسها فرصة لدخل مستقل. المبادرة قايمة على 3 أكسس أساسيين. الأكسس الأولانية وهي أهم مرحلة الحقيقة الفاينانشال ليتريسي أو محو الأمية المالية. كتير من السيدات بيفكر إن عملية الاستثمار عملية صعبة وإن هي حتى لو عندها فكرة مشروع أو بالفعل بتقوم بمشروع تطويره أو تحقيق أرباح منه ممكن تكون حاجة صعبة. ده أساسه إن هي ما عندهاش فكرة المورد المالي ممكن تتحكم فيه إزاي، ودي الهدف الأساسي من الأكسس الأولى أو المحور الأول من محاور المبادرة. بنخرج من المحور ده بالسيدة المشاركة وهي عندها فكرة كاملة إزاي تدير مورد مالي وتتصرف فيه بشكل يحقق بروفيت. يجي بعد كده المحور الثاني السمول بزنس مانجمنت، وهنا بنبتدي نحط فكرة المشروع لو كانت مش موجودة، نبتدي نحط له بزنس بلان، نبتدي نحط له ميشن وفيجن، نبتدي نخليها تعرف تختار العنصر البشري اللي يساعدها، تقدر تعمل ماركتينج بلان، تقدر تعمل فاينانشال بلان، تقدر تحط فوركاستينج للأرباح للمرحلة الأولى من المشروع بتاعها. أعتقد أن فكرة تمكين المرأة من أنها يكون عندها دخل خاص مهما كان الباكجراوند التعليمية أو السوشيال ليفل بتاعها أو فكرها عن الاستثمار والتمويل حاجة محتاجين كلنا نساهم فيها. نص المجتمع مستحيل ان احنا نهمل انه يكون مستقل ماديا. المجتمع كله المفروض يسبورت المرأة ان هي تكون مستقلة ماديا مش بس جهة معينة.